يواصل المنتخب الوطني بلعبات الكبادي تدريبات اليومية استعدادا للمشاركة في أولمبية آسيا والتي ستقام في جاكرتا. بعد الإنجازات التي حققها على المستوى الدولي، يواصل منتخبنا الوطني بلعبة الكبادي تدريباته اليومية ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة الديوانية، والذي بدأه منذ أكثر من شهر وبإشراف كوادر تدريبية محلية، وذلك استعدادا لخوض منافسات أولمبياد آسيا والذي سيقام خلال الفترة المقبلة. حاليا يجري منتخب العراق الكبادي معسكر تدريبي استعدادا للدوري الآسيوي للثقافة اندونيسيا 2018. تجري ثلاث وحدات تدريبية، ثلاث جرعات تدريبية في اليوم، ومن يتضمن لياقة عامة ولياقة وبعض التكنيكات وبعض اللعبات التنافسية بين الفريق، إضافة إلى تمارين قوة بحضور مدربين من البصرة وكذلك مدربنا علاء من الديوانية. والحمد لله والشكر أرفع هذه المعسكر من جاهزية اللاعبين لاستعدادهم لهذه البطولة، وإن شاء الله سوف نكون المعسكر في إيران. المعسكر تضمن وحدتين تدريبية صباحية ومسائية يهدف للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والأداء الفني للاعبين الذين عبروا عن إصرارهم لتحقيق أفضل الإنجازات وخوض المنافسات بمستوى يليق بسمعة الرياضة العراقية رغم ضعف الإمكانيات المادية. ما تعرف المنتخب الوطني جاي يستعد دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا. المنتخب متكون من 15 لاعب حاليا متواجدين مع المنتخب. راح نصفى من عندهم 5 لاعبين اوت و10 لاعبين يشاركون دورة الألعاب الآسيوية. هاي ال20 يوم معسكر داخلي بمحافظة الديوانية تضمن 3 وحدات تدريبية صباحية، وحدتين ومسائية وحدة. رغم اكو فرق اقدم من عندنا وحققوا انجازات، واحنا رغم هذا قاعد نحقق انجازات، حققنا بطوله اسيا بالشباب وحققنا بطوله بكينيا، حققنا اول. رغم هاي الافرقه وقاعد نحقق نتائج، ورغم ما حد يعني اهتمام بس الاتحاد وكادر تدريبي ما مقصر ويانا، طبعا على حسين والكابتن كرار كريم ما مقصر ويانا، ورغم هذا احنا قاعد نتدرب ونجتهد عمود نرفع اسم العراق، وان شاء الله بطوله بندونسيا ان شاء الله نحقق نتيجه، وعندنا اصرار على هذا الشيء. الحمد لله وشكر مباشر معسكر داخلي في الديوانية بلعبة الكبادي، مستعدين للدورة الآسيوية بطولة أولمبياد الدورة الآسيوية في جاكرتا اندونيسيا، مقبلين عليها إن شاء الله ومستعدين استعداد وأصرار وعزيمة عدنا تحقيق النتائج. الأمنيات وحدها لا تصنع الإنجاز، بل التخطيط السليم والمسار الصحيح يفضي إلى مواقع التمييز على مستوى القارة والأولمبياد، وسيكون خير عون لولادة أبطال سيجدون لهم مكانا رحبا في منصات التتويج بعد خطف الألقاب من مختلف الفعاليات الرياضية. سليم تحسين، الرياضية العراقية، الديوانية.